دي ارقام التليفونات، ودي الرسائل الصادره والوارده، ودي بقى الميديا. الراجل ده شكله قبله شمال. انت ليه بتقول كده؟ يعني راجل في السن ده يعني ورجليه ما بينها وما بين القبر تكايه، وكل الصور اللي في المحمول حريم في حريم في حريم. امال لما كان في السن كان بيعمل ايه؟ تلاقيه كان مقضيها قبله. هو حضرتك يا قبله كنت متجوزه واحد اسمه شريف عفيفي مش كده؟ بس انا لما دورت على النت لقيته عامل حوار مع سليمان عبد الدايم. يعني هتعرف تسكت ولا لا؟ لا اعرف اسكت، هو انا عيل صغير ولا ايه؟ يا سليمان بيه كله تمام يا ريس؟ اشتريت منك؟ اشتريت على الاخر يا ريس، متقلقش. بقول لك ايه، عايز الحاجات دي كلها على فلاشايه. حصل يا ابله، والفلاشايه ايه؟ انا عايز 3000 جنيه. احنا ما اتفقناش على كده. لا احنا اتفقنا ان احنا نخترق المحمول، ما اتفقناش على الفلاشة دي. ازاي سليمان ده احنا ممكن ما نعرفش نقابله اصلا؟ وبعدين افرض يروح نقابلنا، هتقولي له ايه؟ فين جوزي؟ عشان نقابل واحد زي سليمان ده لازم يكون معانا خطه، وادله ما تقبلش الشك، ولا هتبص تلاقي نفسك لوحدك ومحدش هيقف جنبك، واولهم انا. هو في حد كان عمل لي حاجه لما الدار اتحرقت؟ الو يا عماد بيه، بعد اذنك كنت عايزه اقابلك ضروري، عندي حاجه مهمه عايزه اقولها لك. ايه حكايه الاسماء السلافه دي؟ مالها يا باشا؟ يعني حطاني في دماغها، طلع لي بقى لها يومين كده وكل شويه تنط لي، طلعت في انترفيو جابت سيرت يعني. معلش يا باشا، اعذرها برضه جوزها وتدافع عنه، يعني اللي خليها تقعد جنبه شهور وهو ميت، فما بالك بقى لما يصحى. ايوه بس على حسب ما انت قلت لي، انها ساعتها ما كانتش مراته، كانت مجرد واحده من المعجبين بيه. غريبه قوي انها تاخد واحد ما تعرفوش وتقعد تطيبه لغايه ما يفوق. اديني عقلك كده. والله يا باشا عندك حق، برضه هي حاجه غريبه يعني. بس انا يعني ساعه ما فسرتها كده، انتوا بتحبوا. بتحبه؟ طب والتأمين ده اللي هي دفعته قبل الحريقة بشهر غريبة شوية. المرة اللي فاتت ما سألتكش، كنت فاكر إن أنت اللي عملتها. وأنا هعمل كده الدور الناشي بتاعتي ليه يا باشا؟ طب مش غريبة شوية إنها تدفع التأمين قبل حريق دار النشر بشهر كامل؟ أكيد بقى الست دي فيها شيء لله، يا إما مخاوية تاخد واحد طيبه وهو بيموت يفوق، تدفع تأمين لدار النشر تتحرق. والله باشا أنا اللي أنا عرفته كله قلته لك. عارف ده معناه ايه؟ عمرو بالنسبه للشريف ما كانش شريكه بس، ده كان معتبره اخوه. ان هو يبيع شريف لسليمان عبد الدايم ده معناها ان سليمان دفع له فلوس كبيره. وفعلا انا شفته راكب عربيه ما يحلمش يركبها. بص يا دكتور، انا مش عايز اصدمك يعني، بس مفيش قانون بيجرم خيانه الصاحب لصاحبه. بس ده اكبر دليل ان سليمان عبد الدايم وعمرو الجيار اتفقوا على حرق دار النشر. عشان الفضيحة. بص، أنا بقالي فترة معاشر سليمان عبد الدايم،
واكتر حاجه الراجل ده خايف منها ان صورته تتهز قدام الناس بعد ما يموت. هو اللي سرق الروايه، هو اللي سرق البورتريه. ده برضه سؤال عايز له اجابه ضروري. وصل للروايه ازاي وانت قايله لي انك مخبيها كويس؟ مش عارفه، انا الموضوع ده برضه مجنني. بص يا دكتوره، انا اسف اللي هقوله يعني، بس كل اللي بتعمليه ده ملوش اي لازمه من غير دليل قوي. انت وصلت الرسائل دي ازاي؟ مش مهم، وصلت لها وخلاص يعني. ده اول سؤال هيسالوا لك اي ضابط او وكيل نيابه، ومش هتعرفي تردي لانك جايباه بطريقه مش قانونيه. يا دكتوره احنا محتاجين دليل. دليل زي ان سلمان عبد الدايم هو اللي قتل نادر الرفاعي مثلا. دليل قوي. وهجيب لك الدليل ده منين؟ الراجل مات من 50 سنه. اللي زي سلمان عبد الدايم ده بحكم تجربته وشغلانته يبقى مراهم بلاوي. الحمام اهو. انا معلش متلخبطة عشان نظام شقتك غير شقتنا خالص، والأوضة كمان دي أصغر بكتير من عندنا. يا سالم بقى دي حكايتها حكاية. سافرت لبنان سنة 69، قعدت هناك بالظبط 6 سنين، ولما الحرب قامت طبعا اضطرت ترجع مصر. الغريب في الحكاية بقى انها لما رجعت باسم مختلف تماما عن درية،
رجعت باسم ماجدة صفوت إبراهيم. تعرفش ليه؟ للأسف لا، بس في إشاعة كده بتقول إن هي اتجوزت من راجل غني جواز عرفي، بس لحد دلوقتي الراجل ده مش معروف أصله ولا فصله. طيب أنا مش شايف هنا أي حاجة عن تاريخ وفاتها. أنا فعلا قعدت أدور ما لقيتش أي تاريخ وفاة، لا باسم درية ولا باسم ماجدة. يعني أفهم من كده إنها ما ماتتش، لسه عايشة؟ طب هي فين؟ محدش يعرف. أنا حتى عديت على عنوان فيلتها في الزمالك لقيتها تهدد وطلع مكانها برج. الكلام ده يجي من 20 سنة. طيب يا أستاذ حسن أنا متشكر جدا. حضرتك تأمرني بأي خدمة تانية يا أستاذ شريف؟ لا الله يخليك. بعد إذن حضرتك. اتفضل. الو الو شريف بيه، انا مصطفى فوده محامي سليمان عبد الدايم. خير؟ فاضي حضرتك نتقابل بالليل على الساعه 9 كده ندردش شويه؟ متهيألي ساعه مش هتسبب لك اي مشاكل. هكلم حضرتك اقول لك على المكان.